قبل الزيارة كانت هناك استطلاعات طيران عسكري على مدينة دجيل قبل لعله يومين أو ثلاثة أيام. إحنا يعني مجتمع فلاحي، كنا في البساتين، وكان طيران غير طبيعي بمستوى منخفض. الإشاعة تقول إن هذا الطيران جاء لأجل مكافحة الآفات الزراعية للبساتين. تبين أن هذه طائرات استطلاعية وهي تهيئة الأجواء لدخول صدام إلى الدجيل. احنا ببيوتنا ناس طلعت تستقبل، ناس قاعدة بالبيت، سمعنا اطلاق عيارات نارية، بين عملية اغتيال بين عملية ابتهاج بمجيئة، يعني الناس ما تدري. كانت مسألة استهداف صدام كانت في سلم أولويات التنظيمات الإسلامية وفي مقدمتها أو على رأسها حزب الدعوة، ولكن لم تكن نشاطات صدام منظورة، هو كان يحيط نفسه بسرية تامة. في 8 يوليو عام 1982 كانت مدينة الدجيل العراقية تنتظر حدثاً نفض كيانها. هذه المدينة الصغيرة التي كان يبلغ عدد سكانها في ذلك الحين 38,000 نسمة، زارها في صبيحة ذلك التاريخ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، زيارة كانت مشحونة بالكثير من الأحداث يرويها أناس في هذا الفيلم. كانوا هناك، رأوا الرئيس وعاشوا ما حدث. بعد الاستطلاع بيومين أو ثلاثة أيام دخل صدام في يوم 8/7، وكان يوم غير عادي باعتبار أنه المدينة لم تتعرض إلى دخول عسكر بهذا الحجم. كان الدخول قوات دخول غير طبيعي طبعاً، مع أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، وتستشعر أن المدينة كلها دخلت في معركة. صدام هو طب يعني ذاك اليوم الصبح 9:30 ومر في مركز شرطة في الدجيل، دخل للمركز فترة وطلع، بعدين مر بهذا الطريق. كان هذا الطريق يعني طريق ضيق بسبب كثافة البساتين اللي موجودة على الجانبين، وسلك هذا الطريق دخولا إلى المدينة القديمة اللي بيها جامع الأوقاف، بيها الحسينيات القديمة. ودخل إلى مسجد الأوقاف والتقى في وقتها في شيخ الجامع. بعدها خرج من الجامع وصعد على مكان مرتفع، حي الجماهير اللي موجودة جمعت يم الجامع. أنا ما راح أسألكم عن معنوياتكم بالحرب، لأنه بالنسبة لي أهل الدجيل معروفين بالراحم، معروفين بالكون. بعد أن أكمل لعله الوقت 10:30 11:30 بالحدود، يعني قبل صلاة الظهر، سلك هذا الطريق. كان طريق قلت لك مكتظ بالبساتين. الجامع يبعد عنا منها تقريبا 500 متر إلى 600 متر عن مكان الحادث. يمشي بالسيارات مسير بطيء، سياراته طبعا كلها نفس السيارات مارسيدسات وقتها. وصل إلى هذا المكان، كان الجمهور على الجانب الشارع يركض، تعرف بي أطفال وشباب صغار ما يوعون شنو صدام. فالناس تهوس على أنه رئيس الدولة جاي يزور دجيل، وأول زيارة لرئيس دولة يدخل بهالحجم هذا. فعند وصوله لهذا المكان، هو الموكب مالته، هاي البستان كانت بيها حائط طين، من على الحائط بدأ رمي إطلاقات نارية. أنا كنت قريب على الحادث 15 إلى 20 متر من صار الرمي، أنا ما شفت الرمو لكن شفت الإطلاقات من ضربة السيارة، من تعرض الموكب للرمي. بمجرد أن رمت سيارة صدام اللي هو بيها الإطلاقات نارية، بدت الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة من حمايات صدام، جيش شعبي، مخابرات، في وقتها بعثيين، حماية الخاصين، كلها ترمي رمي عشوائي، بحيث الناس اللي جايين وياه هذا الشارع ما كان سايدين، كان سايد واحد، حيث هذا الشارع تشوف الدراجات النارية تتساقط قدامك
ابو دراجه الناريه ينضرب في اخمص البندقيه، المره تنضرب دفره. الضربه بشهوده انه هو اللي انضرب وتعرض للحادثه. فانا كنت موجود، وتعرف انت في وقتها احنا شباب وعلى جاي صدام نريد نتفرج نشوف، يعني الطيران هو يحكي والطيران فوقه، الطيران تسمتيه حربيه وموزع على كل المنطقه. المنطقه هسه هذه منطقه يسموها منطقه خزرج اللي هي تسمى حي الوحده. من بعد ما انضرب صدام محاولة اغتيال فاشلة، رجع هنا يريد يثبت وجوده على انه هو ما متأثر وكذا، فيريد يلتقي بالناس بالمواطنين، فصعد هنا على المركز الصحي، هذا كان مركز صحي، بعدين الساعية ترمم وهيجي صار بنايات. فصعد هنا من هنا وتجمرت امام هاي القلنطوزة العالية، الشجرة العالية، ودار المستوصف الصحي. قال انا 7-8 متر من علي من الفرارية، هاي موجودة بكل منطقة، متأثر على مسيرة صدام حسين. بس هو مهزوز وخايف في وقتها، بقى تقريبا 10 دقائق كلها اخذ الموكب وراح. طوقوا المنطقة من كلها، حرس جمهوري، طيران، مختلف الصنوف الجيش، القوات الأمنية، طوقها المنطقة. من انسحب راح اجى برزان والمخابرات، اتفقوا الأمن والمخابرات انه اي اشكاك باي شخص من كذا انتم لازم تعتقلوه. فورا ساعة، ساعة ونص ما شفنا غير الدجيل اتطوقت بصورة يعني مخيفة، الدبابات، المدافع، الطائرات بدأت تقصف وتحرق بالبساتين، فبدأ جمع العوائل. احنا ما يقارب يعني بالمئات 200 ويعني كذا عائلة، مجموع السجناء 1132 سجين، بغض النظر عن العمر، امرأة، رجل، طفل، يعني شاب، كلها العائلة يجون عليها يعتقلوها، حتى بالشارع، حتى بالشارع بدأت عمليات اعتقالات لهم. صدام كان حذر جدا في تنقلاته وفي اجراءاته الامنيه الاحترازيه، وكان يتخذ مثل هكذا اجراءات، ولكن النشاط للتنظيمات ايضا لم يكن نشاطا عفويا او نشاطا طارئا، وانما هو ايضا ضمن حسابات ودراسه لجغرافيا المنطقه، والعمليه كانت منظمه بشكل كبير جدا. في تقديري كانت العمليه فيها نوع من المباغته استثمارا لطبيعه المنطقه، المجال الحيوي في هذه المنطقة على اعتبار أغلبية مؤيدة للجماعة، جماعة حزب الدعوة التي نفذت مثل هكذا عملية، ولكنها افتقرت بشكل أو بآخر إلى تكافؤ القدرة، يعني لم يهيئ كادرا قادر على أن يواجه الإجراءات التي كانت تتخذ من قبل حماية صدام في تلك الفترة. هذه الأحداث تزامنت مع مرور عامين على الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وكان لهذا الأمر حساسية كبيرة لدى النظام، فكان يعتقد أن محاولة اغتيال الرئيس لها ارتباط كبير بالحرب، خصوصاً أنه اتهم حزب الدعوة الإسلامي المقرب من طهران بالوقوف وراء العملية. تسارعت الأحداث شيئاً فشيئاً، فاختلف وجه المدينة عما كانت عليه في الأمس. عندها رجعت إلى المنزل وأبلغت الوالد رحمة الله عليه أنه موكب صدام تعرض لضرب
طبعا في تلك الفترة أنا لا أعلم من هو الذي قام بهذه العملية، عملية الاغتيال أو عملية التصفية وعملية القتل. في اليوم الأول تم مداهمة بيتنا مرتين، كان الهدف أنه تفتيش عن أسلحة. هذا يوم الخميس يوم 8/7. في يوم 9/7 الجمعة العصر دخلت قوة غير طبيعية، كسرت باب المنزل ودخلت عنوان، والعائلة كلها صيام نائمين. طبعا عائلة كبيرة تتكون من 11 أخ وخمس أخوات وأبناء وأحفاد. في ذلك العصر تم اعتقال جميع أفراد العائلة. دخلونا أول مرة لمركز شرطة الدجيل، أخذوا يجمعون كل 10-20 عائلة، أكو ناس بالفرقة الحزبية، ناس بالمركز شرطة الدجيل، إلى أن يكملوهم سيارات، تجي سيارات عنك وعن هاي يبيعون بها هاي مواد حافظ، يعني ما التبريد قفص براد، أين السيارات البرادات عافية، فأخذونا كل 4-5 عوائل بحيث ازدحام كلش في كل سيارة، أخذونا ودونا إلى دائرة المخابرات. طبعا هذا كان مقر الفرقة الحزبية بعام 82. بعد دخول صدام أصبح هذا المقر مركز عمليات للاعتقال والفرز، وفي بعض الأحيان تعذيب بعض الأشخاص لتحصيل اعترافات، كان بإشراف المجرم برزان تكريتي. طبعا احنا عوائلنا جابونا اعتقلونا طبعا المخابرات في سيارات مخابرات، دخلونا من هذا الباب، دخلنا احنا وعوائلنا طبعا رجال نساء أطفال كبار صغار مرضى، ومررونا كان في هذا المكان جثث الشهداء الطاهرة، 8 جثث من أبناء الدجيل، جزء من عندها متفحم، الجثة يعني الشهيد عندما استشهد حرقوا جزء من جسمه. وأنا بعمر 14 سنة جابني أحد الأشخاص اللي اعتقلونا وكأنه معرف، سألني قال تعرف هذه الجثث؟ من ذولا؟ أنا قطعاً أعرفهم، أصدقاء أخواني الكبار وشهداء جيراني، فقلت له لا ما أعرفهم. بعدين من كملنا مشاهدة، طبعاً مشاهدة مرعبة، تدري عمر 14 سنة ويمرك على 8 جثث وقسم متفحم، صدمة للإنسان بهذا العمر. بعد أكملنا وجوا اعتقلونا، دخلنا من هذا الباب إلى القاعة، طبعاً القاعة الرئيسية في هاي البناية الفرقة الحزبية اللي هي على هذا الجانب الأيسر. كان برزان في الغرف الخاصة في هاي الجانب، وأدخلوا العوائل في هذه القاعة. القاعة موجودة هنا، وهاي الغرف المظلمة يجرى فيها التحقيق، وتسمع صراخ وضرب وكذا، تعرف ما عندهم إنسانية بالتعامل. بعدها تم فرز العوائل، و تم إرسالنا في سيارة بوكس مقفلة، وضعت العوائل في هذه السيارات، لا ترى طريق، أنت ما تعرف إلى أين تتجه، مجرد شباك صغير يكون في أعلى السيارة، وتم أخذنا إلى بغداد. أول ما طبينا رأساً قالوا ديروا وجوهكم على الحائط، بهاي إهانات وأصوات فد مرة صياح وكتل، العفو حتى هاي تكرمون يشيلون الأحذية ويضربون بها الرجال، يعني خصوصا الكبار بالسن، مثلا اللابس عقال يشيلون عقاله يذبوه بالقاع، انت جاي للسجن ولابس عقال، يعني هي طبيعتنا احنا هذا زي العرب. المخابرات يستلموه، سجل اسمك بالاستعلامات ويستلموه. شلون تضربون الرئيس؟ شلون هيك؟ هذا يضربك هيك، هذا يردك من النساء، اخذ الربطات، اخذ العبي مالتهم، كمامات وصعد، بس للضرب والصياح، لا تعرف الشعر، الدم، وزع بالقاعات، احنا في قاعه، يعني لا تريد
تنام وقوف مثل باكية الجقاير، غرفة 3×3 24 واحد، المي اللي بيها مربوط على الجيزرات 100 مئوي، من تفتح المي بس البخار يجيك، والجلوب صفر، وحاطي لك مروحة هاي تاخذ تفرغ مفرغة تسحب بس تنقطع هذه مكانها تختنق العالم. فوتونا للقاعات للمخابرات واحد ورا الاخ، صفطونا هيك سرعه بحيث احنا ونمشي شادين عيوننا يضطرون يهينون بينا الاهانه. شلون مثلا يدفر اول واحد يوقع ويخلي الكل توقع من على الدرج، حتى النوبات الطفل يدعبل من على الدرج ويوقع، ما تاخذهم لا رحمه ولا شفقه. احدى نسائنا من اقربائنا كانت وارده في السجن، وبسبب المعامله السيئه ونقص الدواء والغذاء والحليب الام تتعرض للجفاف، تريد ان ترضع الطفل ما عدا حليب، فتنادي على الحراس هذا طفل تاذى انهار انتهى جيبوا له حليب، ما ينطوها، فهذا الطفل قام يموت، اخذوه انتم انطوه لا تخلوا يم انتم انطوه، قالوا عد من يموت قل لنا لحظات مات الطفل، يقولها الطفل مات ارميه في سله المهمل الفضلات، كانت سله فضلات في باب السجن من بين القضبان، اخرج الطفل وارميه في سله المهملات. اصعب موقف على الحليم انه يشوف امه او ابوه يقتل بيه ابو المخابرات بالكابلات، وامك تستغيث بيك دخيلك واليدي تعال لي يا فلان انت ورا الشباك، شي يصير بيك شي يصير بيك، مواقف صعبه جدا. كانت حصيلة التحقيقات وما تلاها من أحكام قضائية إعدام 148 شخصاً صدرت الأحكام بحقهم من مجلس قيادة الثورة، والتي كان يرأس محكمتها عواد البندر، فيما تم ترحيل باقي المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال إلى صحراء السماوة، نفوا فيها لأربع سنوات في ظروف معيشية ومناخية صعبة، هم والسماء والطارق، لا أحد معهم سوى سجانيهم. كان عندنا يوم يطلعونا به للحطب، هذا الحطب مسافة 7 إلى 8 كيلوات، احنا نمشي خارج البيوت، فلازم حماية ويانا لأن طبيعة الأرض مالتها بين ارتفاع وانخفاض، يعني بس هيك نلتاف ما أعرف شلون نضيع بعد، يعني لازم يصير الليل دي يعتلق الضوايا دي نشوف ضوء دي نمشي على انه هاي البيوت. لم تحدث مجزرة على الاطلاق ولم يحدث رد فعل مباشر. الوزارة العدل العراقية والجهات القضائية العراقية هي التي احالت القضية للمحاكم، وهذا امر طبيعي، رئيس دولة يتعرض لمحاولة اغتيال من عناصر تابعين لدولة انت بتحارب بياها، امر طبيعي ان يكون هناك اجراء قانوني. الدستور في العراق خول الرئيس الدولة بأن يقوم يعني قرار الإعدام لأي شخص عراقي إلا يصادق عليه رئيس الجمهورية، وهذا إجراء قانوني يعني لا يجوز أن يتخلى عنه الرئيس. الذي حصل هو رد فعل مبالغ به بشكل كبير جدا، الاعتقالات، الإعدامات، التغييب القسري، وهذه القضية لم تكن فقط رغبة من صدام في الحاق الأذى بهذه المنطقة التي استهدفت، وإنما هو يرسل عبر الإجراءات القمعية لهذه المنطقة إلى المناطق الأخرى ألا تتجرأ وترتكب مثل هكذا أمر، لأنه سيلحق بها الضرر ويجعل هذه المنطقة نموذجا لهم. وبعد الحادثة بأربعة أشهر جرفت السلطات العراقية في ذلك الوقت 32 ألف دنمين من بساتين الدجيل و 35 ألف دنمين في مدينة بلد المحاذية لها. قال النظام في حينها أنه يسعى لتوسيع المدينة، لكن سكان المدينتين يعتقدون أنها كانت عقوبة لهم جراء محاولة الاغتيال. ادعى صدام حسين بأن هذه البساتين تحتوي على زمر خارجة عن القانون،
غالبية اللي كانوا موجودين بالبساتين اللي ادعى بها صدام حسين على أنه تآويهم وموجود قدور طعام وكذا وأكل ودوا لهم كذا. كلهم كانوا طلبة مدارس يعملون مع أبائهم وأخوانهم في البساتين، فأدعى على أنه هذول هاربين ويردون يحاولون قلب النظام، فأمر بتجريف البساتين. طبعاً التجريف وصل لحدود عن القضاء، يعني عن البيوت 3 كيلو متر عن المدينة، وكانت تنتج من أرقى أنواع الفواكه، الحمضيات، العنب، التمور بأنواعها، التفاح، القوجة، الآلو، التين العراقي، التين الأجنبي، بساتين عامرة بأهلها يعني. بعد 2003 واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، ألقي القبض على الرئيس العراقي صدام حسين. كانت أولى جلسات المحاكمة العلنية هي عن مجزرة الدجيل. كان المتهمون الرئيسيون إلى جانب صدام حسين، كل من شقيقه برزان التكريتي حيث كان يرأس جهاز المخابرات العراقي، فضلاً عن طه ياسين الذي كان يرأس الجيش الشعبي آنذاك. أما الأخير فهو قاضي الإعدامات عواد البندر. في الجريمة العادية المتهم دائماً بريء حتى تثبت إدانته. بالجريمة الدولية عكساً، جرائم الإبادة الجماعية والرد الإنساني وجرائم الحرب، هو مجرم أساساً، لازم يثبت القائد العام أو القائد أنه هو بريء. شلون يثبت؟ يثبت بأنه صدر قانون عاقب المجرمين أو منع أو أدى أو حاكم الناس اللي كذا أو عوض الناس المتضررين. صدام حسين كل ذني ما سواها. في المحكمة الجنائية العراقية ادعت أنه استندت بتشكيلها وبتأسيسها إلى القضاء الجنائي الدولي وتحديداً إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 98. عدم رجعية القوانين بأثر رجعي، هذا موجود بكل القضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي. انتهكت المحكمة وأرجعت القضايا إلى ما قبل الغزو. صدام حسين ما راد يحمل رفاقه أي شيء، قال لهم أنا مسؤول حتى من الجنائي. قال لهم شكو جايبين هذولا؟ أنا مسؤول. طلعوهم هذولا كلهم، أنا مسؤول، كل اللي صار أنا سويته. يسخر من نفسه، هو رجل محل سخرية، وطلعوا من القاعة، طلعوا من القاعة، طلعوا من القاعة، أوت، أوت. عدد المتهمين كان 148. العملية لم يتم تنفيذها من شخص أو شخصين أو 10 أو 20 أو 30 أو 100. العملية نفذت من قبل أعداد بالمئات، من هم من كان يراقب موكب الرئيس، ومن هم من كان نفذ، ومن هم من كان يحمل أسلحة خفيفة، ومن هم من كان يحمل أسلحة ساندة المتوسطة والثقيلة. وجدوا في البساتين أسلحة مقاومة الطائرات، وهذا يؤكد أن العمل مع سبق الإصرار والترصد. الأعداد هاي يعني كان أكثر من يعني أكثر من عدها، يفوق العدد الحقيقي. الأحكام من صدرت ما صدرت على كل 148، بالعكس صدرت على عدد، وكان عدد كبير من الذين شاركوا تم شمولهم بالعفو. استمع إلى قرار المحكمة واقفا. اسمع القرارات. إيه واقفا، كن واقفا. لا جاعد. أوقف، وقفوا. جالس. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولاً أليف بدلالة المادة من قانون العقوبات. هو استعجل على أساس كانت معلومات إنه قذافي هرب.
صدام حسين واعترفوا به. المعارضة الليبية جابوا لنا وثائق انه يدفع 5 مليارات، وطلعت فيديوهات مالتهم مال عائلة القذافي وجماعته فيما بعد، لانه كان القذافي يهرب وما كل مكان. اعطيك حقيقة تاريخية، كل الدول المجاورة كانت ما راغبة صدام حسين يعدل حقيقة، لا النظام السوري ولا الإيراني، حتى الإيراني. انتهت قصة الديجيل بمحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه، وما زالت الديجيل تلهج بأسماء من رحلوا في نصب يتوسط المدينة.